بسم الله، دلوقتي هنتكلم عن برنامج مايكروسوفت بروجكت. البرنامج ده متخصص في إدارة المشاريع، بحيث إن أنا بحط المشروع كمهام تاسك، وكل تاسك إيه علاقتها بالتاسك التانية، وهنبدأ إمتى ونخلص إمتى. فهو يعتبر برنامج بسيط وسهل، قريب من برنامج البرومافيرا، بس برنامج البرومافيرا متوسع أكتر وبياخد مهام أكتر وفي مشاريع كبيرة جدا. ومش لازم يكون مشروع مثلا إنشائي أو مقاولات أو الحاجات ديت، ممكن تعمل المشروع المذاكرة بتاعك، أو لو أنت بتفكر تسرق بنك ممكن تكتب الخطوات تسرق بنك إزاي. فهو بيرتب لك المهام اللي أنت المفروض تقوم بيها عشان تنجز حاجة معينة. ممكن أبدأ أقول له أنا عايز بلانك بروجكت، أدوس هنا مرتين فيفتح المشروع فاضي خالص، تبدأ أنت تكتب المهام بتاعتك. أو ممكن أقول له on you، اقول له انا عايز اخر تمبليت احنا اشتغلنا بيه، او التمبليت اللي انت عامله لو انت عامل كاست تمبليت قبل كده، او هاخد من مشروع حالي اخد بس الفورم بتاعته ومش هاخد البيانات نيو فورم اكستنشن بروجكت، او هاخد من ملف اكسل، او اخد حاجه من اوفيس، يعني office.com تمبليت فيه كذا تمبليت جاهز ممكن ابدا منه، او ممكن تبدا ببلانك بروجكت. تعال نشوف كده حاجه، مثلا ممكن اقول له اوبن وادور على اي مشروع كده يكون موجود زي دوت الامتداد بتاعه ام بي بي، او هتلاقي عندك ام بي اكس، اقول له اوبن. المشروع بيبقى عباره عن كده التاسكات، وكل تاسك هيبدا امتى وينتهي امتى. تمام، هقول له انا عايز نيو بلانك ابدأ الواحد جديد، وليكن مثلا استلام الموقع. اول حاجة مثلا استلام الموقع، تمام. الديوريشن الموضوع ده ممكن ناخد كام يوم، هياخد مثلا 6 ايام، انا مخطط له 6 ايام. لو انا عرفت خلاص في 5 يبقى كويس، يبقى خير وبركة. لو عملت اكتر من كده ده هيأثر على المهام اللي بعد كده، والمشروع هياخد وقت اكتر. تمام، هتبدأ من يوم ايه؟ اقول له مثلا هبدأ من يوم 10، تمام، اللي هو اليوم بتاع النهارده. بعد كده مثلا حفر الاساسات، حفر الموقع، وبعد كده عمل الاساسات. طبعا لما مش رح ايه بنعمل تفاصيل اكتر من كده، بس ايه ده حاجة بسيطة عشان نفهم بس الفكرة. بعد كده مثلا الأعمدة، تمام. كل واحد من دول بقى مثلا ده هياخد 5 أيام، ده هياخد له 3 أيام، ده هياخد له مثلا يومين. مثلا هتبدأ من يوم ايه؟ هل المهمة دي متوقفة على دي ولا لأ؟ ممكن تروح معلم على الاتنين دول وتقول له ايه، اعمل لي لينك بينهم، يعني اربط لي ده بده. تمام، ده ابسط حاجه من انواع الربط، ان هو اول ما اخلص استلام الموقع هبدا حفر الموقع. تمام، ممكن اجي هنا اقول له لا ده خليه مثلا يوم 11، او خليه يوم 18، احدد هيبدا امتى. تمام، وده برضه ممكن اجي هنا اروح قايل له خلي ده مثلا يوم 10 مثلا، وده يوم كذا. ده اللي في بالي ده، وانا بس قبل ما بقدم العطه بتاعي ببدا افكر المشروع ده هياخد وقت قد ايه، وهياخد جهد قد ايه، وايه الادوات اللي انا هستخدمها. فببدا اعمل تخطيط. طبعا مش كل مشروع بيبدا من الصفر، ببدا اشوف اقرب مشروع ليه. يعني مثلا لو جات لي فيلا عايز حمام سباحه، بدور بشوف ايه هل عندي فيلا فيها حمام سباحه. ما فيش في فيلا بس ما فيش حمام سباحه، خلاص اخد الفيلا ديت وابدا احط ازود عليها اعمل حمام سباحه. تمام، طيب ممكن برضو اجي هنا اقول له في الاوبشن دي، هنا الاوبشن اللون اللي انا هشتغل بيه، الاسم بتاعي، الديفولت فيو هيبقى عامل ازاي. الديفولت فيو اللي هو الشكل دوت اللي بره، ممكن في اشكال كتيره. تمام، هنبقى نجربهم بعد شويه. الاسكادولات، هل تحب الاسكادول مثلا بروجكت 1 بروجكت 2؟ الاسبوع بتاعك بيبدا بايه؟ احنا عندنا مثلا بيبدا بيوم السبت. تمام، السنه بتاعتك بتبدا بايه؟ بتبدا بيوم بتبدا بسنه بتبدا بشهر جنيوري.
اليوم العادي بتاعك بيبدأ يوم ايه، وبيبدأ الساعة كام وبينتهي الساعة كام؟ عدد ساعات الشغل احنا عندنا 13 افترا، تمام. عندنا اول يوم واحد اجازة، اضرب 13 في 6 هطلع لك تقريبا 72 ساعة، تمام. كام يوم في الشهر؟ المهم يعني تبدأ تكتب البيانات كلها اللي انت يعني بتظبط الشغل بتاعك على المايكروسوفت بروجكت، تمام. وممكن اجي هنا ابدا بقى اقول له ايه، اربط لي بقى الحاجات ببعض. هنبدا نشوف بعد كده بالتفصيل لو انا عايز اظبط اكتر من كده، تمام. المولوجه بتاعت سهله دي، التاسكات، الريسورس، البروجكت، نعم. ممكن ابدا اشوف الريبورت بعد كده، فيجوال ريبورت، كومبار بروجكت ليست لو انا عندي اكتر من مشروع. هنبدا نشوف الحاجات ديت، هو تعتبر تطبيق عملي للبي ام بي، بروجكت مانجمنت بروفيشنال. ده يعتبر تطبيق عملي، يعني في بعض الحاجات الواحد ما كانش فاهم في البي ام بي، لما بدا يشتغل برومافيرا بدا يفهم او بدا الموضوع يوضح اكتر من لما كان الموضوع كله نظري.